مرحبا واهلا فيكم في مدينة شنغهاي. طبعا مدينة شنغهاي وليس شنغهاي زي ما بلفظها بعض الناس لانه الجيم لا تلفظ باللغة الصينية في هذا المكان. احنا الان في احد الفنادق. طبعا مدينة شنغهاي تعتبر من اكثر المدن المكتظة بعدد السكان في العالم، 21 مليون نسمة اوفيشالي، لكن المتوقع ان يكون في 30 مليون نسمة، وعشان هيك برضو اسعار العقارات فيها غالية جدا من اغلى دول العالم، من اغلى مدن العالم عفوا. أصحاب العقارات بحاولوا يستغلوا هذه العقارات في عمل أكبر مساحات ممكن لاستخدامها. زي ما أنتم شايفين هون اليوم في شغلة غريبة أول مرة بشوفها في حياتي، اللي هو مسمينها دبل دور. هذا الدور طبعا زي ما أنتم شايفين أنا الآن واقف على باب مكان الاستحمام أو الدش، أوكي، وهذا نفس الدور أو الباب إذا أغلقته راح يصير مكان لمفتوح مكان التواليت اجلكم الله. وهذا زي ما انتم شايفين كيف الباب نفسه هو اللي بيصير بابين يعني. طبعا هذا كله عائد الى المرفق او المفصل اللي هنا. هذا المفصل ما بعرف كيف عملها، لكن اشي غريب اول مره اشوف شيء زي كده. وطبعا نحكي انه الحاجه هي ام الاختراع. ومرحبا فيكم في شنغهاي مره اخرى.